السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفة جديدة على القناة. اليوم جبت لكم وصفة من مطبخ الأفغاني، يعني أفغانستان. هاد الوصفة اللي هي مشهورة عندهم جدا كشهرة سفنج أو لا المسمن عندنا في المغرب. اسم الوصفة هي قتلمة، قتلمة الأفغانية. نتمنى أنكم تجربوها فكتجي هائلة، فهي مزيج بين المسمن والسفنج وكتجي كما شفتوا معايا مورقة. الآن غادي نضيف لها واحد لمسة بسيطة. شوفوا معايا كيفاش كتجي، ما شاء الله كتجي مورقة صراحة روعة. فكنتمنى من كل قلبي أنكم تجربوها، أكيد غادي تنال إعجابكم. غادي نفتح معكم واحدة باش تشوفوا معايا كيفاش كتجينا مقرمشة. شوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل، غادي نقرب لكم. شوفوا التوريقات من الجوانب، بسم الله. ها هما هانتوما، شوفوا كيفاش كتجينا من الداخل، كتجي كالسفنج. ها هي نقرب معكم مزيان باش تشوفوا. ها هي غتوضعوا النار خفيفه جدا، مستحيل انها تبقى عجينه. هانتوما شوفوا معايا صراحة كتجي واحد القرمشة ولا أروع. نتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة اللي جبتها لكم اليوم من مطبخ الأفغانستاني، جربوها وخلوا لي رأيكم. نخليكم الآن مع مراحل التحضير وكنتمنى أنكم تتابعوا معي الفيديو للآخر. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجوا أولا 5 كؤوس من الدقيق. الدقيق يستحسن أنكم تستعملوا ممتاز الخاص بالحلويات. خديت القياسات بهذا الكأس، الحجم ديالو كأس شاي من حجم متوسط. بالنسبة للوزن بالغرام، نصف كيلوغرام. عندنا ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من السكر، 4 ملاعق كبيرة من الزيت، ملعقة كبيرة من الخميرة، خميرة الخبز، الخميرة الفورية. ممكن أيضا تستعملوا الخميرة المعجونة. الزبدة اللي غادي نحتاجوها لاحقا في التوريق. عندنا بيضتين والحليب الدافئ لجمع المكونات. هادو هما المكونات. غادي ندوزو الان على بركة الله مراحل التحضير. اولا غادي ناخدو كأس على بركة الله، غادي نوضعو فيه ديك الملعقة من السكر، كنضيفو كذلك خميرة الخبز، غادي نضيفو الحليب، الخميرة والسكر. غادي نحاولو ندوبو الخميرة مع السكر جيدا، وهاد الخليط غادي نخليه جانبا حتى كتفعل لنا الخميرة مع السكر والحليب. غادي نضيفو الملح مقدار ملعقة صغيرة، غادي نحركو. طبعا الدقيق فهو مغربل. من بعد غادي نضيف الزيت، بسم الله، نحرك هاد العناصر. من بعد غادي نضيفو البيض، نخلطو العناصر مع بعض. من بعد هنايا بعد ما تفاعل لينا داك الخليط ديال الخميره، ها هو كتولي عندنا ديك الخميره شبيهه للكريمه. من بعد غادي نجمعوا العجينه بالحليب الدافئ. فالعجينه كنخليوها تكون عجينه صلبه، كنخليو العجينه تبقى صلبه، ما غاديش ندلكوها كما شفتوا معايا، فهي بدون دلك. غادي نغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها تختمر حتى كيضاعف لينا الحجم ديالها. على بركة الله هنايا بعد ما اختمرت لينا العجينة، بسم الله، كنزولو منها الهواء. بسم الله، كنرشو السطح بالدقيق، كنوضعو هاد العجينة ديالنا. بسم الله بسم الله، غادي هنا نقطعها الى 8 قطع. نحاولوا نعملوا كرات اللي تكون متساويه. من بعد غادي نشكل منهم كرات. اذا على بركه الله كما شفتوا معايا هنايا وضعت هاد الكرات جانبا. غادي نرشوا الان كميه قليله من الدقيق. كنجيبوا الكره الاولى وغادي نحاولوا نبسطوها بحيث تكون رقيقه جدا، يعني كنورقوها كالورقه. اذا على بركة الله بعد ما بسطنا هاد العجينة فكتكون رقيقة هكا، كنحطوها جانبا. غادي نحطها هنايا، كنحطوها في مكان اخر لاننا المكان الاول غادي نخدمو فيه عجينة اخرى. بنفس الطريقة كنرش هنايا هاد السطح،
وغادي ناخذ العجينه الثانيه. وهنايا ف ذوبت الزبده اللي غادي نعملها في التوريق كما قلت لكم، غادي نورقوه بالزبده. غادي نبسطوا العجينه الثانيه بنفس الشكل. بعد ما بسطت العجينه الثانيه غادي نرجعوا لهاد العجينه الاولى، كندهنوها بالزبده. طبعا الزبده كنخليوها حتى كتولي دافئه. حاولوا دهنوا، كندهنوا كل الجوانب، ما نخليوش شي منطقه فارغه بدون دهن باش كيجيونا مورقين ويجيو يعطيونا النتيجه المطلوبه. من بعد كنوضعوا العجينه الثانيه، نحاولوا نقادوها مع الاولى بهذا الشكل. نفس الشيء غادي نبسط هنايا عجينه اخرى. من بعد هنايا فوق كما شفتوا معايا بسطت هاد العجينه، ها هي. غادي نجي هنايا، من بعد غادي ندهنوها كذلك بالزبده. الكميه اللي غادي تدهن لكم كل المناطق، يعني غير واحد طبقه خفيفه باش كندهنوها ديال الزبده. الان استمرينا بنفس الطريقه حتى وضعنا الزبده بين كل طبقات. وهنايا في الطبقه الاخيره فطبعا ما غاديش نوضعوا الزبده. الان على بركه الله غادي ناخذوا هاد القطاعه، غادي نحاول انني نعبر هكا على حد هاد الاصبع، ها هو دان هكا. الان على بركه الله غادي نبداو في التشكيل. فكناخذوا العجينه على هذا الشكل، كنجيو هاد الاصابع كنحاولوا نلفوا عليهم العجينه بسم الله. من بعد نحاولوا نجبدوها هكا، كنجيو هنايا كنطويوها بهذا الشكل من الجهه الاخرى هكا، كنوضعوها جانبا. كناخذوا واحده اخرى كنجيو هنا كنفتحوها هكا، كنوضعوها على هذا الوجه، وكنجيو للجهه الاخرى نحاولوا اننا نطويوها. وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا كل كميه ديال العجينه اللي متوفره عندنا. الان على بركه الله هنايا وضعت زيت فوق النار حتى ولات ساخنه. غادي نبدا الان في عمليه القلي. فغادي نفتحوها هكا، ضروري تخليو الزيت حتى تكون ساخنه. غادي نقصو شويه النار، ما تكونش خفيفه جدا، يعني بين الخفيفه والمتوسطه. غادي نوضعو الان الاولى بسم الله، ونحاولوا نوضعو عليها الزيت هكا. وضروري انكم تقليوهم في كاسرول ماشي مقلات، يعني حاجه ضروريه باش كيتنفخوا لكم. اذا هنا غادي نقص النار باش يطيبوا لينا حتى من الداخل، وراهم كيجيو طيبين. فحتى السفنج الا لاحظتوا فكيجي طيب من الداخل، رغم ان يعني العجينه كتكون غليظه. بعد ما تحمرات غادي نزولها على بركه الله، غادي نوضعها جانبا. كنوضع واحده اخرى ونفس الشيء، نحاولوا اننا نرشوا عليها الزيت باش كتفتح وتجينا مورقه. هنايا النار فهي نار خفيفه. ملاحظه مهمه، ضروري تعملوا واحد الانيه اللي كيكون كتكون مرتفعه، يعني ما تعملوش مقلات بل عملوا كاسرول. كما شفتوا فكيجي مورق ما شاء الله. غادي ننتظروا عليها حتى تحمر لينا، نحمرها من الجوانب بهذا الشكل. اذا بعد ما نجات لينا غادي نزولها، غنوضعها في صحن جانبا. شوفوا كيفاش كتجينا مورقه. وغادي نعمل واحده اخرى، وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا كل كميه اللي متوفره عندنا. اذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. شفتوها معايا طبعا في الاول. هنايا وضعت عليها السكر الثقيل، حاجه اللي كنأكد عليها واللي هي ضروريه ان النار تكون خفيفه جدا اثناء القلي. فكما كتعرفوا حتى السفنج كيكون بهذا الحجم، وكي يعني كيكون ناضج من الداخل.
لذلك حتى هذه نفس الطريقه، غير الملاحظه المهمه هي النار تكون خفيفه. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا الوصفه، غادي تعجبكم، كتجي هشيشه ورطبه وكتجي مرقه. هانتوما شوفوا معايا التوريقات ديالها، ها هي، جربوها وخليوا لي رايكم في التعليقات. نخليكم الان، تلقاو فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.